صباح الخير عليكم. راني اليوم في مدرسة 1337 بمدينة خريبكة. هذه مدرسة المبدعين، مدرسة الأذكياء. هذه المدرسة اللي غادي نزوروها الآن ونكتشفوا الميزات نتاعها واللي تختلف عن باقي المدارس. هذه مدرسة نقدر نقول عليها غير عادية. إذن كما تلاحظون هذه هي المدرسة. هذا المدرسة كما تلاحظون هذه هي المدرسة وهنا ليكستنسيون يعني الامتداد نتاعها. هذا مطعم وين لا ريستور لو فويي كيما نقولوا، الطلبة وين ياخذوا الغداء نتاعهم. Voilà, c'est les étudiants. Là, c'est le foyer. Maintenant, on va entrer dans l'école. Nous voyons l'école 1337. C'est toujours la restauration ou le foyer où il y a des gens là-bas. Cette madrasa, c'est l'OCP ou le Maktab Sharif de phosphate. Voilà, ça c'est l'entrée. صباح الخير، صبحتوا لاباس بخير. الوغ هذه هي المدرسة، المدخل الرئيسي نتاعها. ما شاء الله. دعم المدرسة بين Autorisé Training Center. من غير هذا الشرط ما كاينش شرط اخر، يعني ما كاينش شرط ديال المعرفه او تقنيه او دبلوم او جنسيه. عندنا ناس من جنوب افريقيا، جنوب الصحراء، عندنا ناس من اوروبا، عندنا هنا جوج هولنديين واحد الماني بالسوش. مدرسه تري سبيسيال في البيداغوجي ديالها، الطريقه ديالها. ما فيهاش اساتذه، ما فيهاش مواسم دراسيه، ما فيهاش دي نيفو سكولير دي بروموسيون، ما فيهاش مواقيت. يعني الطالب كيدخل وقت ما بغى، المدرسة مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، من نهار تفتحت في الضوء 2018. التاريخ ديال المدرسة في 2013، كزافيي نيال باترون ديال فري تيليكوم دونك في فرنسا خلق، كان محتاج اون فات دي ديفلوبور. كاينه بينوري ديال الديفلوبر، بينوري
نقص ندرة ديال الندرة. دونك خلق مشى اتصل بالصديرات اللي كان فواحد المدرسة اخرى ايبيتيك مشهورة تما في الاعلاميات، وقال لي واش تقدر تنتج ليا 300 واحد في العام. قال لي وي، خلق لي مدرسة هكاك دايرة الى اخره. ايوا خلقوا 42 في باريس، تخلقات في 2013. من بعد انا شخصيا في 2015 مشيت درت لكم مدرسه على جدو 55 سنه، مشيت درتها غير باش نشوف الكونسيبت. وفي 2018 درنا هنا هاد المدرسه مموله تماما من لوسيفي كومبليتمون. كيفاش كتدخل المدرسه؟ كاين ثلاثه د المراحل. المرحله الاولى هي تيست اون لين، تيست في انترنت ريسبونسابل.ماس، كتقيد بالايميل كدير تيست. تيست كي تيستي غير تي كاباسيتي دوبسيرفاسيون، ملاحظه، كونسونتراسيون، تركيز، ريزونمون لوجيك، لا بيرسيفيرونس، مواظبه. تيست ديال ساعتين. ملي كتنجح في داك التيست اون فوات هو لعبه فيديو، مستعجل فيديو داير حتى التعليم البيداغوجيك هي كامل فيه. انا كنت كومين رابيل تو بي ليرنينغ، تعلم مع الاقران كاينش اساتيد. دونك ملي كتنجح في داك التيست، هذه المرحله الاولى الي اكيز. كم مدتها؟ نعم، كم مدتها؟ سنتين، ساعتين. ساعتين مده التيست. التيست في لا سيليكسيون، القبول، امتحان قبول. المرحله الثانيه هي تشيكين. تشيكين هي تجي تشوف المدرسه، دير زياره بحال ما نتوما دابا تماما. سهله لا ما سهلاش، لحقاش كاينه 30,000 واحد رابحه المرحله الاولى وكتسنى في المرحله الثانيه. بما اننا ما عندناش 30,000 بلاصه، الحل الوحيد اللي لقيناه هو نهار كيكونوا عندنا بلايص كنعلنوا عليهم، ما كيكون عارف حتى شي واحد اللي سبق كياخذ بلاصه. كنعلنوا عليهم في المواقع ديالنا اللي سبق كياخذ بلاصه. اخر مره درناها 1200 بلاصه مشات في اقل من دقيقه. دونك هذه المرحله الثانيه ان فو اكيز بتشيكين ساعه كي الي ندوزو للمرحله الثالثه. وهاد هاد لا بروسيدور ديال اللي سبق ياخذ بلاصه عاد القديمه فيما بعد. دونك كاينه مرحله المسبح بيسين. بوركوا بيسين؟ باسكو سي ان اميرسيون، كتغوص في السيستيم ديال المدرسه. كتجي كتجلس هنا شهر، مازال ما انت طالب غير كونديدا، كتجي كتجلس هنا اربعه الاسابيع بالضبط، كتبدا تتعلم اللونغاج سي بالطريقه بالبيداغوجي ديال المدرسه، يعني بالاقران بيناتهم كيتعلموا، عندهم امتحانات، عندهم دي طرافو دو جروب، عندهم الى اخره، كل جمعه عندهم امتحان. وفاش كتسالي هذيك ذاك الشهر كنتقيو منهم اللي صالحين لينا، يعني سميتو لو كريتير برينسيبال، المميزه الاساسيه اللي كنقلبوا عليها هي القابليه للتعلم. شي كيهمنا كيهمناش تكون عارف لافورماتيك ولا ما عارفش، عندك باك ما عندكش، داكشي كله ما كيهمناش. داير جاونا دراري ما عندهمش باك وصدقوا واعرين، وجاونا اوسي دكاتره ومهندسين الى اخره، هي دو تو بيان. فاش كتدوز لا بيسين ستاتيستيكمون كناخذوا تقريبا 33% تولت، مي حنا نقدروا ناخذوا 100%، نقدروا ناخذوا 0%، هذا داكشي اللي جابت لا بيسين. دونك لا بيسين هي كتخاد ديك اللي سبق ياخذ بلاصه، دوك اللي عندهم دوك المراحل الجوج الاولين كيقلبوا المرحله. المرحله الرابعه يدخل كطالب، حتى هي كتسنى حتى تكون شي دخله واللي سبق ياخذ بلاصه. فاش كتدخل كتولي طالب، عندك عندك الماكله طعام، غدا وعشاء ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله يكون فطار قهوه، عندك التغطيه الصحيه، وكاين هنا كاين مركز صحي فيه طبيبة وجوج ديز انفيرميير، جوج ممرضات وطبيب طبيب نفسي. فيه دونك التغطية الصحية، فيه ترونسبور يوربان، حيت لي ديفلوبور انفورماتيك كيخدمو بالليل بزاف، سو سون دي نوكتيون، دونك كيجيو مع كيمشيو مع ربعة الصباح ولا داكشي كي اغريسور دوك ترونسبور. وفيه وكتقرا. السكن الداخلي فيها؟ لا، السكن حنا كنبنيو فيه مازال ما تبناش، ولكن كنعطيهم منحه ديال 1000 درهم باش يسكنوا في المدينه. يعني في منحه للطالب للسكن 1000 درهم. واللغه شهريه. ما هي لغه ما فيش لغه. يعني قصدي نفرض دو فات اللغه هي الانجليزيه، ما فيش شرط لغه. المده ما فيش مده، كل واحد كيمشي بواتيرته.
ما هذه نشرحها لكم فاش نقرا فوق هذا الثمان يعني هل هي مرحله دراسيه سنتين ثلاث تاخذ جي سي سي تاخذ اي ليفل لا لا انت تتعلم تعلم ذاتي بدون اي بدون اي شهاده مع الاقرع اي بدون اي شهاده هذا بدون اي شهاده وكتخدم 100% اللي كتخرج اللي كيخرجوا من عندنا كيخدموا عرفتي عندما يذهب يقدم السي في تبعه ماذا يكتب الشهاده تحصل عليها يعني عمل تعلم هنا دون ان يكون هناك شهاده ما في فاينل سيرتيفيكت شهاده سلاس زمن الشهادات فقط درس ب 337 ينتهون خبره الناس الذين ما وصلوا 337 الشركه تجي عندنا كل اسبوع اعداد وتقييم جيد الشركه تجي عندنا كل اسبوع طلباتها هكا باش يجيو يتلاقاو مع الطلبه غير باش يتعرفوا معاهم ويحطوا معاهم نتوركي يعني الطلبه ديال 337 منتوج أودغام جدا سؤال هل هي تعتبر مؤسسة تأهيل علمي أو تدريبي تكويني أم هي يعني مدرسة مسار علمي يعني توصيفها نحن مدرسة ديال في دون سيكتور دي نوفاسيون تكنولوجيك الابتكار التكنولوجي ماشي فورسيمون لانفورماتيك بيور ديال لحقاش كاينه ثوره تكنولوجيا كتخلق ثوره مجتمعيه عالميه العالم كيتبدل وخصوصا فورمو دي جون اللي يقدروا يدخلوا في ذاك الميدان هذاك الميدان نقدروا نخلو فيه اكثر من التصنيع ولا ما شنو تفضل معايا المدرسه كتنتمي لجامعه محمد السادس بن كري مؤسسه ديال الجامعه وفي نفس الوقت كتنتمي لشبكه ديال المدارس عالميه فيها هذا ماشي عجوز فيها 50 كومبوس 50 مدرسه في 29 بلد من بينها كندا امريكا البرازيل اليابان كوريا استراليا في افريقيا كاين غير المغرب المدارس ريبكا بن كرير او تيتوان بحال هذه اكزاكتومون هنا دي فيليير هادو 1337 هذا دي كومبوس دي كومبوس يسموه 1337 الاسم ديال 1337 جاوا كذا دونك هادشي كله القصه كلها بدات من باريس 42 مدرسه 42 في الاول اكزافيير نيل كان باغي يغاردي 42 نفسه وكيعت وكل واحد خصو يدير سميه برقم 42 من جات كاين واحد الفيلم ما عقلتش مزيان ولكن لا كونكليزيون هي الجواب هو 42 ولكن ماذا كان السؤال فيلم معروف من دونك بما انه كان باغي 42 راسو الاول اللي تخلقوا من بينهم في الفرنسات حنا كنا الرابعين او الخامسين كاين 101 ليون اللي خلقتها سا فينونسمون بوبليك ديال لا ريجيون دو ليون كاين 21 بريكسل 19 بريكسل سان فينانسمون بريفي سان جون ستارت اب كاين كودان في امستردام كاين هيف في فنلندا ولا كاين ديال موسكو 21 موسكو من بعد ديسيدو باش كلشي ولي تسمى 42 دابا كتا 42 كيبيك 42 مدريد 42 الى اخره افريقيا كنا غير حنا ثلاثه ديال المدارس ديالنا ودابا كاينه مدغاسكار غتفتح هاد اليامات ولواندا في العالم العربي كاينه عمان الاردن وكاينه ابو ظبي ويلا تفتحات هاد اليامات لبنان وفلسطين الضفه الغربيه فوالا وكنتمي كلنا لهاد الشبكه ولو بروغرام كله ايبرجي في باريس كلشي كيدير نفس البروغرام يعني في الافريك فقط انتم كاين المغرب دابا جايه تفتح مدغاسكار ولوان في الستينات والسبعينات لي زانفورماتيسيان كانوا كيكتبوا لي ميساج مع بعضياتهم كيحولوا الحروف لشي حاجه كتشبه جرافيكمون باش الكونطابل السكرتيرا باش كيقولوا سا سابيل لي سبيك راه كاينه في ويكيبيديا لي سبيك ودونك 337 هي ليت في ليت سبيك
سنأخذ واحد إلى لندن. غادي ندخلوا الآن للمدرسة. أنا ولد هذه المدينة، أخرجت على عمر 17 عام، عشت 45 عام في باريس، ورجعت المغرب قال لي تزدت فيها هاد المشروع، باقي المشروع. ندخل الآن إلى مدرسة 1337. هل هي مربوطة مثلاً مع مراكز أبحاث دولية؟ هل مربوطة مع مكتبات ولا إنجازات؟ لسنا مركز أبحاث، ولكن كان فيكسيمو واحد البحث دار واحد طالب واحد الأستاذ في الجامعة. هذا السؤال يعني الذي يعمل في التكنولوجيا قد يكون هناك افكار كنتو الباتيمون اخر عنده تما سباس فين يخدم نعم سؤال اخر بعيدا عن مفهوم الجندره بين ذكور لا يوجد بنات يعني سامحوني على السؤال لا لا حاجه عادي اولا 13% 13% كنديروا مجهود كبير ولكن كاين مشكل وماشي مغربي مشكل عالمي الفتاة والعلميات والتكنولوجيا وبدات ان بو بلوس عربي لحقاش البنت بنت وجده فاش كتربح في لابيسين ما كيخليوهاش فاش كتربح المرحله الثانيه وتبغي تجي لابيسين ما يخليوهاش والديها ولدها يخليوها هذا هو الاشكال من الاشكال ماشي سبيسيفيك في باريس 25% النسبة ليست بعيدة عن النسبة العالمية. كان جرى سؤال أسف. لا هو مشكلة طبعا. بالتوفيق يعني هذا شيء يعني يفخر به صراحة. إن شاء الله. أي لا بغيت تفضلوا بشيء مفص. ننتقل الآن إلى قاعة ثانية هنا بمدرسة 1337. الترفيه هنا دونك هنا اسباس دو ريبو ils ont les jeux ils ont des petites salles pour احنا هنا في الطابق الثالث فاينل ستاج ستيج شكرا سي حسن شكرا هاد القاعة هنايا قاعة سبيسيال اون بو كلوازون نشتي لك كلوازون نقدروا نردوا دي بيس دي شونس كنا كنديروا في الموضوع فاش كنا داك الشهر ديال لابيسين كنا كنعطيوهم المسكن هنايا باش شي واحد اللي جاي من العيوب ولا من الداخلة ما يكونش عنده مشكل ديال الفيديو باش تكون تكافؤ فرص من بعد ملي جا الكوفيد ما كناش كنديروها sinon c'est une salle de conférence, c'est une salle de fête, c'est une salle de musique aussi, le bruit de l'homme, c'est pas là, voilà, oui. Une salle polyvalente. Imagine depuis qu'on en attend dans les autres. Alors vous avez vu la résidence, le chantier de la résidence, là où les filigrues. تما كنبنيو 900 مسكن اليوم كنبنيو واحد لوطيل واحد مش كيقولوا ليه
سال دو كونفرنس كبيره كومبليتمون مودرن. هنا كان بنيو متحف، هذا هو، هذا كانت ليزين دو سيشارج دو فوسفات، هادو لي كان ستوك دو فيول، وهادوك سي دي فور لي تيك شبيه، سي دي فور كي مونتا 1000 دغري. هنا كان الفوسفات كيتقسم وكيتنشف وكيدار هذاك التيرمينال ديال غومبليساج دي تران. هذا غنردو متحف ديال الباليونتولوجي، حيت عندنا بزاف ديال البيس ديال الديناصور وداكشي. والله كاينه سقعة عامرة. ما شاء الله إمكانيات ممتازة يعني متاحة. هنا الإدارة ديالنا، تفضل. هنا ليكيب بيداغوجيكي تكنيك. يمن؟ ماك راكتي. أسير أسير، خذ راحتك. خذ راحتك. أجي نوريكم الحوش أخرين. هذه خصني نسيني عليها لكم. هذه الشهرين ولا الشهر؟ جبنا دي ليسيان 30 واحد اخترناهم في المغرب كله، سمعوا صاروخ وطلبوا صاروخ، طلبوا صاروخ من الكلمة، يعني فيه كومينيكاسيون مع الأرض وطلعوا هبطوا باراشوت إلى آخره. إيوا إيوا هو الصاروخ 100% ماروكي. أه وب بكل هذيك توت ليزوتوريزاسيون، سكي فريمون أون بروميير هيستوريك. مع أي ميليتار اللي قدروا يديروا المسائل. جاوا واخا غير 250 متر. سي تري امبورطون، كنفتحها بيها بزاف. تفضلوا. الناس ديالنا، الناس الوقت ديالي. Tout ce qu'on voit sur internet ou d'action le produit ici en local. En même temps, ça nous permet de faire des photos intéressantes pour الدراري pour LinkedIn ديالهم pour le CV ديالهم. لا. حيت مهمين عندنا لي soft skills. وتا الفن والموسيقى والرسم داكشي كله مهم تماما مثل التقنية، ماشي غير لا تكنيك. كما تلاحظون هنا رانا في الاستوديو نتاع ايكول 1337 بلاصة 37 ومكتب السيد المدير. اللي بغات تصور يجي هنا. دونك اللي بغيت نقوله راه المشروع ديال الاركيتيكت اللي كتب راه المشروع ديال الصالون. كل ظروف الراحة هنا متوفرة للطلبة من أجل الإبداع ومن أجل الابتكار، وهذا استثمار حقيقي في الثروة البشرية. والله انا اعجبت كثيرا، وانا حتى عرضت عليه قلت له انا اذا نستطيع ان نساهم بشيء يعني ارسل له باحثين في الذكاء الصناعي من بريطانيا يعملون ورشات، لانه هذا الموضوع شيء يدعو الى الفخر يعني.
وشيء يسمى بالإنجليزي يونيك. يونيك هذا موضوع متفرد ما شاء الله. هنا عملوا ورشة وعملوا صاروخ. On dirait une base spatiale. Ping pong. ديال لي جو بينغ بونغ غير كونسيت كيوريك اكزومبل وي هما البروجي هذا هو اخر واحد كاين في الكومن كورديني بحال تقول هذا هو اخر بروجي كاين في الكومن كورديني يعني بحال تقول اخر بروجي غنديرو في فيرست ستيب ديالنا باش نخرجوا الانترنشيب هذا ستان جو ستان جو كما راكم تلاحظوا الطالب بصدد الاعداد للعبه ان جو في البيك بونغ غير هو غيكون فيها اكثر من غير بينغ بونغ يكون فيها لو شات يعني تقدر تكونيكتي مع شي واحد اخر تقدر تسميه المهم فيها بزاف ديال لي ديتاي كيخدموا فيها خمسه ديال الناس في لوكا ديالي انا خدام لو شات يعني خصني انفو ندوي مع كل واحد تما نتوما جماعه اون ايكيب اون ايكيب انت عندك لا بارتي شات هي اللي تخدم فيها وكاين البارتي ديال الجيم كاين البارتي ديال اوثنتيكيشن يعني يقدر واحد مثلا يدخل يكتب سميتو كنيتو يعني اوثنتيكيشن ديالو باش يدخل وكل واحد زعما خصنا دابا حنا لوبجيكتيف ديال هاد ديال السيت انا نخدمو بحال تقول ان جروب خمسه ديال الناس ماشي غير راسك بكل بساطه داكور شحال يطلب البروجي وقت تقريبا في اللوكا ديالنا خد لينا تقريبا شي شهر ونص مي دابا حنا في الاواخر ديالو باش نخشوش من بعد فولونسي سيغ انترنيت بيان سور وي ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك امين السلام عليكم صباح الخير كما راكم تشوفوا كل طالب ولا كل مجموعه مختصين باعداد بر يعني ديفلوبي وان بروغرام ولا انج سا ديبون يعني عندهم كل الحريه في الابداع والابتكار والانتاج هنا عندهم لا سال دو روبو فيها لي جو فيها هنا يجوا يرتاحوا الطلبة و رائع للغاية وهذا هو الاستثمار في العنصر البشري باش يكون باش ينتج وباش يساهم في اقتصاد المغرب اذا كما راكم شفتوا هنا هذه هي مدرسه 1337 الواحد لما يزور هذه المدرسه مناش يستفاد ولا يعني شاي الحاجه اللي تثير انتباهه الحاجة اللي أنا استخلصتها شخصيا هو أن في الوقت اللي تاعنا الحالي الاقتصاد المعرفي هو اللي يخلق الثروة بالدرجة الأولى ما عادش نتكلموا على اللي عنده البترول ولا اللي عنده الغاز ولا اللي عنده الذهب هو اللي بالضرورة يكون غني الغنى هو في البشر والغنى هو في الاستثمار في البشر وهذه المدرسة تعطي لو بلو غران اكزومبل المثال الأكبر لكيفاش المغرب خطى خطوة هامة نحو الاستثمار في العنصر البشري من أجل خلق الثروة ومن أجل بناء اقتصاد
على أسس متينة. إحنا هنا راه تحس المغرب اللي راه أجور راه أجور بارابور الكثير. للأسف إحنا مثلا إذا تكلمنا على القارة الإفريقية مازال الناس تقول باللي ثروات عندنا وعايشين الفقر وداونا ثرواتنا. هذا هو الاستثمار الحقيقي. وهذا المدرسة تعطي درس للكثير, تعطي درس للكثير على أنه حاليا اللي بغى يدير دراهم, اللي بغى يبني اقتصاد قوي, لازم يستثمر في العنصر البشري. شكرا لكم, وإن شاء الله نزوروا مكان آخر ومدرسة واحدة أخرى, وإلى اللقاء.